السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الدرس. سنشرح فيه كيفية التحويل من الأرقام إلى الحروف بواسطة برنامج إكسل. بالنسبة للدالة المسؤولة عن هذه العملية ما كيناش في الإكسل، لهذا غنحتاج أن ماكرو سيبلومونتير، يعني ملف خارجي نضيفوه في الإكسل باش يعطينا الإمكانية ديال التحويل من الأرقام إلى الحروف، أو يعطينا يزيد لنا الدالة المسؤولة عن هذه العملية هذه. بالنسبة لهذا الملف غتلقاوه في الديسكريبسيون، تيشارجيه ومن بعد غنمشيو للفيشي اوبسيون كومبليمون اتاندر. هنا غنجيب الفيشي اللي تيشارجيت، انا ديجا درتو، غادي غير نعاود. دونك فوالا، هذا هو الفيشي. دونك فهاد اللائحة هادي غتلقاو تزاد الاسم ديال الدالة او اسم الملف اللي هو امبلاتر. اوكي، دونك الى حدود الان زدنا الدالة المسؤولة عن تحويل ارقام الى حروف. فين غنلقاو هاد الدالة؟ غنلقاوها هنا فونكسيون اوتر فونكسيون. من هنا غنختارو بيرسوناليزي، لاحظوا هذه هي الدالة. اوكي، دونك من خلال هاد لا فونيتر، لا كاز الاولى غنحدو فيها العدد، مثلا 1000. هنا نحدو العملة، واحد راه هي الاورو وجوج هي الدرهم المغربي. اوكي، لاحظوا عطاني 1000 درهم. ممكن ندير طريقة اخرى، ممكن نكتب هنا العدد، نكليكي هنا، رجع تاني الفونكسيون، اختار بيرسوناليزي، اسم الدالة كونف نمبر لتر. اوكي، هنا نكليكي، هنا ما غنكتبش دابا العدد ولكن غنكليكي عليه. هنا غنختار العملة رقم جوج هي الدرهم. اوكي، لا عطاني 1000 درهم. نبدل هاد العدد، ندير مثلا 100، عطيني 100 درهم. 150، 150 درهم. إذن هذه الطريقة باش كنحولو من أرقام إلى حروف في برنامج إكسل. إلى الدرس القادم إن شاء الله.